إذا نحب النجم الساحلي، يعني نحب الجمعية، والجمعية نحبها. مش نحكي لك حكاية، نهار نمشي أنا ولدي وصديق، وقتها هو في رئاسة الجمهورية، ماشيين نتفرجوا في ماتش ليتوال والإسبرانس في سوسة، وصاحبي اللي يعني ماشيني وياه يحب الإسبرانس رغم اليوم يحب الإسبرانس، ومشينا مشينا مع بعضنا خاطر يحب يدخل يتفرج واحد. دونك مشينا، عاد ولدي زاد مازال صغير وقتها برشا، مازال اول عام يقرا عنده في ليكول في تونس. دونك زاد هو يحب الاسبيرانس. وصلنا للبياج نتاع النفيذة تاع سيدي خليفة هذاك، تلفت له قلت له ولدي انت ماك ولدي واني نحبك واني بوك، قال لي قلت له انت تعمل غلط وتعمل دي بيتيز وواحد تشنحها ساعات، قال لي ايه، قلت له نتغشى عليك ولا، قال لي ايه، قلت له اما نبطلش نحبك، قال لي لا، قلت له راهو جمعية الكرة هكاك، احنا نتولدوا نحبوا جمعيتنا، نحبوهاش على خاطر تهز شامبيونا ولا على خاطرها تلعب في الكوب دي موند، ولا نحبوها على خاطر تولدنا كيما نحبوا امنا ونحبوا اخونا ونحبوا اصحابنا نتاع الحومه وفي المدرسه نحبوا جمعيتنا. رايك في الحرب المفتوحه بين عائله جنيح ورضا شرف الدين؟ ما نحبش وتاثيرها على وضع الاتوال اكيد ماهيش حاجه ايجابيه، ودائما نتمنى انه رجالات كل جمعيه وخاصه الجمعيات الكبار كيما الاتوال وكيما سي اس اس وكيما الاسبيرانس وكيما الكلوب افريكان وكيما ستاد وكيما سي بي اللي هما العرس الاساسيه نتاع كره القدم التونسيه، رجالات الانديه هذه تكون متجمعه باش تقدم الاضافه، خاطر هي الكره تفرحنا. ممكن تطرح مبادره لتجميع الشتات اليوم الحاصل في رجالات الاتوال نور الدين بنتيشا؟ في الحقيقه ما نحبش ندخل روحي في الحكايه هذه، تحب تبقى فوق الصراعات هذه، ما نحبش ندخل، حبي حب الجمعيه وكهو فوالا. معناها اذا نجم نعاون تعتبر زوز غالطين في حق الاتوال، حسين جنيح ورضا شرف الدين زوز غالطين في حق الاتوال. لا نعتبر رجالات الاتوال كل غالطين في حق الاتوال، واضح اللي غلط بالفعل واللي غلط بالتقصير واللي غلط بالفرجه.